عندنا سيناريز، عندنا سيناريستات شطار جدا، لكن جدا عندهم هم وطني وموهبة، وموهبة شديدة الرقي، لكن للأسف العملية الإنتاجية اللي في مصر باظت الدنيا. الشركة اللي انا كنت بتكلم عليها اللي هي جود نيوز، عذرا يعني ان احنا لازم نذكر اسمها، الشركة دي مش موجودة معنا واختفت. الشركة دي رفعت سقف الإنتاج لرقم خرافي، فرفعت سقف كل حاجة حتى الآن؟ مع حتى الآن احنا بنعاني من أثارها لغاية دلوقتي، والشركات كلها مجبرة انها تمشي بالسيستم اللي اتعمل من 2005 و2004. بس القصة انه الوحيد اللي فضل في الأرض هو السيناريست ده. ليه مش ده أصل العمل؟ لا، لأنه هو ما بيعتبروش أصل عمل، هو آخر واحد في المنظومة. الاتفاق الأولاني بيحصل مع النجم، مع أنا مضيت فلان، أنا مضيت الأستاذ محمد علي خير، وبعد كده أشوف مين هيبقى معاه، اللي هو إيه يقولك التابلو في مين، البوكيه مين، وبعد كده أشوف المخرج، وآخر حاجة طب تعالى نشوف لهم ورق بقى، ورق مش سيناريو. طب احكي لي الصح يبقى ايه؟ الصح يا فندم انه سيناريست بيكتب مشروع، والمشروع بيروح لشركة الانتاج، شركة الانتاج بتدرس المشروع وتفاصيله وكيفية انجازه، وبعد كده بيتم اختيار مخرج للعمل، والمخرج بيختار فريقه بداية من ممثلين لمدير التصوير. انت جايب قصة تانية خالص. ايوه، ما هو العكس يعني كده. دعاء كانت بتقول حسن الامام يجي له سيناريست معاه قصة فيبدأ يقدمها لبطلة. ده ممكن بيحصل انه السيناريست بيتوافق مع المخرج وبيقدمه مشروع متكامل لشركة الانتاج، وده كان بيحصل انه الناس بتقعد مع بعض تتفق، سواء السيناريست مع شركة الانتاج او السيناريست والمخرج مع شركة الانتاج. وممكن في مشاريع معينة السيناريست والمخرج والبطل او الابطال الرئيسيين اتفقوا وعملوا ديل مع بعض ان احنا في مشروع مهم احنا عايزين نعمله، فيلا بينا نعمله. ده كان حاصل مع اسامي مهمه جدا جدا في الفتره الذهبيه للسينما، الخمسينات والستينات، وكمل شويه لحد السبعينات، مع دخول ما يسمى بسينما المقاولات، ما اطلق عليه سينما المقاولات او سينما ما بعد الانفتاح، الثمانينات يعني، ما بعد الانفتاح اللي بدات من 74 وكملت. اللي كان بيقاوم هو مجموعه السينما الموجه الجديده، اللي هو محمد خان وعاطف الطيب وخير بشاره وداود عبد السيد، والمجموعه دي هم اللي حاولوا يقاوموا، وكانوا بيشتغلوا بالمنطق ده. احنا عندنا مشروع، بنقعد مع بعض نشتغله ونشوف مين يناسب، احمد زكي ولا محمود عبد العزيز ولا عادل امام. ولسه كنا بنتكلم، زي ما كنا بنتكلم في الفصل، كان بيدخل ساعات حد بنجوميه عادل امام فيروح عامل الحريف ولا يروح عامل الغول، لكن المنظومه والتركيبه احنا طول الوقت احنا ماشيينها بالعكس. هل ممكن تصلح يا دعاء؟ تصلح طول بقى لو النجوم يعني تراجعوا شويه، تقهقروا شويه، لكن لا يزالوا هم الاكثر هيمنه. وشركة الانتاج لازم تحترم النجم طلباتك طبعا، يعني باسمه، فبالتالي من حقه يعمل اللي هو عايزه، فهي دي المشكله بقى. في بعض النجوم اصروا على كده وتراجعوا، زي هنيدي وزي محمد سعد. ما هو المشكله بيتراجعوا امتى؟ لما ما بقى لهمش سعر يتباع بيه. ما احنا مش لازم نستنى لما نعصر النجم برضه. هو مين تراجع؟ هو مين تراجع؟ هو محمد سعد تراجع؟ ما تراجعش خالص، يعني لسه بياخد اجره. الاجر تراجع، لكن السيستم العمل هو اللي هو طبعا هو يعني احنا النهارده احنا عرفنا انه في مسلسل لمحمد سعد في رمضان اللي فات من خناقه هو عملها، وتصورت فيديو واتحطت على السوشيال ميديا. ما كناش نعرف. النهارده هنيدي مع كل احترامنا ليه هو نجم جميل، لكن في الاخر هو ما قدرش يطور نفسه. النهارده هل انا ممكن اصدق ان محمد هنيدي بيلعب شخصيه شاب خارج جامعه؟ مستحيل. وهو اعترف بده في اخر بوست ليه، بيقول يا جماعه سامحوني على الافلام اللي قبل كده، علشان هو بيمهد للفيلم اللي جاي. بس بالزبط. هل هي عن رغبه حقيقيه وفهم للسوق يا دعاء؟ مش حقيقي. حتى الان احنا في عندنا جيل طلع وانتهى، وللاسف الاجيال اللي موجوده دلوقتي ما اتعلمتش. ما فيش غير مثلا حد زي كريم عبد العزيز بيفكر شويه، ومجموعه بسيطه قوي اللي هم بيحاولوا يعملوا حاجه. مصطفى بيقول لك ان نجوم ال20 سنه اللي فاتوا
اللي كانوا بيسموها سينما الشباب او الشباب الجدد دول دول خلاص خرجوا بره الملعب يعني مش متواجدين بسرعه بس هاني رمزي محمد هنيدي محمد سعد طبعا لان برضو كان عندهم ما كانش في عندنا اللي هو فكره المشروع النجم يعني مش كل واحد مين يعمل ده دعاء يعني هل ما فيش مؤسسه كبيره كده زي المؤسسه المصريه للسينما في الستينات طول ما احنا ماشيين بشكل عشوائي فكره ان اللي هو اولا احنا عندنا مشكله في شركه الانتاج اصلا ان اغلب شركات الانتاج ما بيقروش يعني لو احنا قلنا ان عندنا ازمه في كتاب السيناريو لا اللي خلى فيه ازمه ان ما بقاش فيه المايه بتتجدد هم نفس الخمسه سته اللي كل شركه انتاج بتحب تشتغل معاهم ما بيقروش بتشتغل على المضمون هم بيجي لهم ان دول شلتهم او دول صحابهم او دول ما بحاولش ان انا امد ايدي الابعد من كده شويه شركات الانتاج اغلبها ما عندهاش فكره محتوى او اداره للمحتوى ده اللي موجود ده الف به في اي منصه عالميه او شركه انتاج ان يبقى عندي اداره للمحتوى ده ان اطوره ان اقراه اني ارد على الناس اقول ولا لا لكن فكره ان انا اصلا ما بقراش دي مصيبه احنا في مخرجين ما بيقروش يعني هو بيبقى اوردر المخرجين اغلبهم تحولوا لفكره مخرج منفذ انت عندك اوردر بكره الصبح بعد ما كان بيقعد على الورق ده وبيبقى همهم الاثنين بيتشاركوا بيه لا بقى بينفذ اوردر مصطفى يعني ايه ورشه كتابه يعني انا مفروض وانا كاتب صعب انا بكتب المقال بكتبه من رؤيتي وزاويتي من اول كلمه لاخر كلمه كصحفي او بكتب موضوع يعني ايه خمسه مؤلفين يقعدوا على احنا برضو زي اي حاجه بناخدها من بره لازم نشوهها يعني ورش الكتابه بره هي اللي بتخرج مشروعات عظيمه بس ده ناتج ايه انه في عندي هيد رايتر هو اللي بيحط الفكره وبيحط شكل العمل من اوله لاخره وبيشتغل عليه بالتفصيل نقطه نقطه وبيجيب ناس بتتشارك معاه في الافكار كل حد يكتب حلقه مثلا زي ما حصل مثلا في جيم اوف ثرونز او غيره واللي بيحصل في معظم مثلا لا ده الحلقه بيتشارك فيها اكتر من حد بالظبط كده وممكن اللي كتب الحلقه دي مش هو اللي كتب الحلقه اللي بعدها بس هو في الاخر في وعشان كده بتلاقي حلقات عاليه وحلقات واحد بس في الاخر في واحد مايسترو قاعد فوق مايسترو زي ما قال الدعوه يظبط المسطره بالظبط كده ففي الاخر بيبقى السيزون ده معدي لكن احنا عندنا ورشه الكتابه كل واحد بيمسك خط درامي والراجل الهيد رايتر اصلا مش فاضي عنده بلاي ستيشن بيلعب بلاي ستيشن مع النجم علشان يحاول ينجز ويخلص لانه بقت الحدوته كده بالنسبه لاتفاقات الافلام بتتم على البلاي ستيشن مش وبالمناسبه ما فيش حد بيقرا سيناريو يا فندم الحدوته كلها طب صناعه السينما ايه اللي انا جاي اعمل عليها الفقره دي وتبقى مصدر للدخل القومي يا استاذ محمد ال- 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 النجم طبعا مش كلهم بس النجم بي- 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 بيعرف حدوته الفيلم من فويس نوت على الواتساب ومش مفيش قراية يعني هقول لحضرتك على حاجة في مذكرات فاتن حمامة وانا قريتها لا كانت بتحكي حكاوي كتير قوي انا هقول لحضرتك على حاجة احنا عندنا وبالمناسبة الامل الرئيسي بالنسبة لنا في حاجة زي منصة واتشت ليه اتفرج النهاردة على انتاجات واتشت الاصلية هتلاقي موضوع ريفو عائلي هتلاقي لا موضوع عائلي مش واتشت ده شاهد هتلاقي ريفو بجزئين هتلاقي بلطو هتلاقي تحقيق هتلاقي اتزان هتلاقي ام الدنيا الوثائقي اللي اتعمل اللي هو شخص ملوش علاقة بالشغل قصدك ايه قصدي انه لما بتدي فرصة محمد ناير انا شخص ما كنتش بحب شغله كسيناريست شايفه متوسط المستوى وبكل صراحة بس لكن في لما اتحط بالظبط لما اتحط في مكان في منطقة انه انا بقدم مشروع كامل انا قاعد عليه براحتي واخد براح وما عنديش نجوم يعني امير عيد راجل معروف في الغنى واوا لكن مش نجم تمثيل وحتى في الغناء برضو ما هوش من السوبر قوي يعني هو في الاخر عضو في فرقه كايروكي لكن وفرقه معروفه لكن مش السوبر دعاء ازاي اعيد يعني لصناعه السينما قواعدها الاصليه انتوا بتطرحوا قضيه خطيره جدا ان احنا شغالين على الله بص انا عجبني الموسم ده لان الافكار جديده مختلفه كل واحد فيهم بيقول قضيه حلوه لا الموسم ده خلاني احس فيه نوع من انواع التفاؤل كده رايحين لحتت حلوه اللي رايح خيال علمي اللي رايح اجتماعي لايت اللي رايح فانتازيا لا انا شايفه ان في امل ان اللي بكره افضل
حاسه ان النجوم بقوا معنيين اكتر بفكره لا انا عايزه اقدم حاجه جديده، فحسيت ان في حاله حماس كده. الاربع نجوم عندنا امير كراره، انا اول مره يعني انا ما كنتش من هواه امير كراره والناس كلها عارفه كده، لان كان عندي مشكله دايما ان هو ما بيخرجش بره العبايه المونوتون والاكشن بالشكل دوت وبتاع. لا السنه دي عامل فيلم هايل وفاكك وعايز وتحس ان عنده كده باشن، انا موجود. الحاله دي لو استمرت عندنا لا احنا ممكن نرجع صناعه السينما بسهوله، بالذات مع دخول الخليج او السعوديه تحديدا كاسواق. انا شايفه ان هي اد فاليو واي نوت ان احنا نزود قيمه مضافه للصناعه. قيمه مضافه هايله، بس للاسف ان الفيلم في الاخر لو هو انتاج هناك هنفضل في الديلاما بتاعه لزمان ايه ار تي وروتانا، وان الافلام دي ما بقتش بتاعتنا، التراث بتاعنا ده بيروح وبيتهدر. اعيد ترتيب اوراق السينما المصريه ازاي عشان تعوق صناعه؟ الدولة لازم تدخل بقوة، لازم نرجع انه المركز القومي للسينما يدعم مشروعات سينما عشان يطلع ناس جديدة، لانه ده مهم. احنا المفروض مرصود كل سنة 50 مليون جنيه من الدولة لدعم صناعة السينما، للأسف من 2013 ما بتنزلش بسبب ورقة عبيطة، احدهم قرر ان هو يدمر المشروع فبعت ورقة للضرائب عايزين ضرائب من الافلام دي ولا لأ، فقالوا له حضرتك هتبعت ورقه للضرايب، فهتقول لك طبعا ده بياخد ضرايب على المخدرات بالظبط. فهو انت النهارده بتبعت ورقه للضرايب علشان قبل ما المشروع يتعمل اصلا باي منطق تاخد ضرايب عليه، ده اول حاجه. الدوله لازم ترجع، الدوله لازم تفتح اسواق جديده، لازم الدوله، المنتجين مش هيعملوا كده، لان هو في الاخر انا بعمل فيلم بيكلفني 40 50 مليون جنيه بروح احطه في السعوديه بيجيب لي 300 مليون جنيه، خلاص خلصت وزي الفل وتمام كده، الحياه حلوه. لكن هل ده هيكمل معانا؟ لا، السوق الخليجي مش بقلنا ومش هيكمل معانا، لازم نفتح اسواق جديده. مش صناعتك في الاول وفي الاخر بالظبط، ده اول حاجه. تاني حاجه، احنا طول ما احنا بنشتغل بريفرنس ان انا النجم يتفرج على فيلم اجنبي يقول له عايز زي ده فيتفصل له زي ده، فيتوصل بيتفصل بشكل رديء جدا جدا بنسخه مش هتعيش غير في موسم العرض وانتهى الموضوع على كده ومفيش حد هيفتكرها بعد كده. الموضوع ده لو كمل احنا مش هنكمل للاسف. دعاء، رغم ان الوقت خلاص خلص، بس انا واقف امام ظاهره تلاقي دلوقتي الفنانين محافظين على البادي بيلدينج وعضلات. احنا كنا بنشوف في الخمسينات والستينات نجوم مختلف الاشكال والالوان والاحجام والاجسام، يعني هم دلوقتي كلهم بقت اسطمبه واحده. يعني ما بيحضرني اول ما بشوف ده بفتكر توفيق الدقن، اما كله بيضرب مين اللي هيتضرب؟ كلكم نفس الستايل. سواء انت فقير انت غني انت عندك بادي بيلدينج وكل حاجه، هو تيجي العضلات بعد كده ندور على الدور. فلكن انت كنت تشوف عادل امام لسه بنقول اسماعيل ياسين شكل وجسم، صلاح منصور شكل وجسم، يعني بالظبط. فانت لغايه امتى هنفضل الستيريوتايب هذا الشكل الكليشيه اللي بقى سخيف جدا ان تحولت النجمات الى بوتوكس، فانت مش قادر تفرق النجمه دي من النجمه دي، والنجوم بقوا بالعضلات وهو نفس الدخله الحاجات. طب وبعدين لو بيدخن وبيجري انا بعد استغرب. يعني عادل امام كانش فيه عضلايه واحده، ولا احمد زكي اما عمل كابوريا عملنا عضلات الدور صحيح. اللي يقول خلوني في نهايه لقائي اشكر ضيوف الاعزاء الاصدقاء الاساتذه الناقده الفنيه الاستاذه دعاء حلمي والصديق العزيز الاستاذ مصطفى اكلاني.